الحقيقة المهرجان هذا كان رهان بالنسبة لنا وهدف باش يعني نوريه الوجه الحقيقي لمدينة الشبيكة اللي هي تعج بالطاقات يعني الفنية. المهرجان هذا بالنسبة للدورة هذا رهنا باش يكون يعني فيه برمجة متنوعة، برمجة اللي الكبير يلقى فيها روحه، الشباب يلقوا أرواحهم، يعني تقريبا كل الفئات والأذواق يعني حاولنا نجمعوها السنة في المهرجان هذية. المهرجان هذية كانت ظروف استثنائية الحق، كلمة ويزمها تتقال، لو يعني تكاتف الجهود متاع السلطة المحلية لهنا في مدينة شبيكة وعلى رأسهم السيد معتمد شبيكة والكاتبة العامة لبلدية شبيكة والكاتبة العام لبلدية عبيدة والمديرة المحلية لإدارة الغابات تقريبا ومركز الأمن العمومي بشبيكة، ما كانتش تنجم تصير الدورة هذه، خاطر بالنسبة لنا يعني ثم أشكالية في الدعم العمومي للتظاهرات الثقافية السنة، لكن انت وقت اللي المسؤولين هذوما آمنوا بالمشروع وقالوا لنا لا ونقفوا مع بعضنا ونعملوه، دونك وصلنا اليوم للندوة الصحفية اللي أعلننا فيها البرنامج اللي هو يمتد على 6 سهرات تقريبا، 5 سهرات مش تم هنا في فضاء دار الثقافة شبيكة، وسهرة وحيدة ستكون بفضاء المدرسة الإعدادية بسيدي علي بن سالم التابعة لبلدية عبيدة، وهذا فيه هدف انفتاح يعني المهرجان على المجال الجغرافي لمعتمدية شبيكة. صحيح، اليوم احنا في رحاب دار الثقافة بشبيكة في إطار النقطة الإعلامية لتغطية فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي بشبيكة اللي باش ينطلق معناها مساء يوم الاثنين 14 أوت، تلق من الساعة 9 مساء ويتواصل إلى يوم 19 أوت. المهرجان هو في دورته الثالثة، تنظمه معناها جمعية فدار الفنون. احنا كسلطة محلية الحقيقة إيمان منا معناها بالفعل الثقافي وإيمان منا بدور مثل هذه التظاهرات الثقافية في تنشيط معناها الجهة ومعناها كمتنفس معناها لأهالينا في جهة شبيكة. كنا تقريبا إلى جانب كل الفاعلين والعديد الحقيقة من المصالح الإدارية الأمنية وكذلك معناها البلديات اللي نحب الكل توجه لهم بتحية شكر وتقدير، بلدية عبيدة، بلدية الشبيكة، خيانا في دائرة الغابات، مصالح التجهيز، دار الثقافة، دار الشباب، المؤسسة الأمنية بمختلف اختصاصاتها، بعض المؤسسات الصناعية المنتصبة في الجهة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية كذلك ساهمت. كان معناها الفعل الثقافي معناها مملى به الخير الكل. وصلنا في وقت وجيز، نقول في وقت وجيز انه ناثر تقريبا 6 سهرات لاهالينا في جهه شبيكة اللي هو حق علينا منها في الثقافه، دعوه منها من خلال من بركم الاعلامي. ومره اخرى نجدد شكري وترحابي بكم الى كل اهالينا في جهه القيروان وكل اهالينا منها في جهه شبيكة باش يجوا بحذانا انطلاقا معناها من سهره يوم الاثنين. الحقيقه البرمجه متنوعه، فيها ما هو تربي، فيها وما هو شبابي، فيها ما هو تنشيطي، فيها مسرحيه، فيها كذلك معناها للطفل وللعائله نصيب. البرمجة متنوعة والفضاء معناها محترم، توا ديجا معناها فيه تهيئة باش يكون وظيفة إن شاء الله. الفرصة كذلك باش ندعو كل أهالينا وكل معناها ضيوف معناها جهة شبيكة باش يكونوا إلى جانبنا 6 أيام متنفس سهرات إن شاء الله تكون معناها ترتقي إلى ذوقهم. هذا هو معناها الفعل الثقافي، نشرة الحياة معناها اليومية في الجهة، متنفس لأبنائنا، وإحنا معناها بعد مديدها مش نستعد للعودة المدرسية، ففرصة معناها باش نرفع نفوسنا باش نرجع معناها للعمل والتربية والمدرسة معناها في فورم به إن شاء الله. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.